أنا صيدلانية في المشورة الدوائية، وظيفتي هي إن إحنا بنتحدث مع البيشنت بعد ما يعمل قسطرة عن الأدوية اللي هيخرج عليها، أهمية الأدوية، المخاطر اللي ممكن يتعرض لها إذا أخذ جرعات زيادة، أو إذا وقف الدواء من نفسه، أو ما عرفش استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة. وفي برضو أقسام أخرى بنغطيها، هي للمرضى المنومين في المركز طبعا، بعد لما يعني بعد ما بيتنوموا لفترة في المركز وبيخرجوا، على أدوية، فبنبتدي نتكلم معاهم عن التغيرات اللي حدثت في الأدوية القديمة اللي كانوا عليها، أو إذا كانوا أول مرة على الأدوية إزاي بيستخدموها، زي ما قلنا الأعراض الجانبية لبعض الأدوية، وأيضا استخدام الأدوية بالشكل الصحيح علشان ما يكونش في أي تأثيرات على صحتهم بالشكل السلبي. هي المستجدات حاليا ظهور أدوية تقثر للدم تعطي المرضى من غير ما نحتاج إلى قياس الـ INR ومقياس سيولة الدم عند المرضى، منها دواء الريفاروكسيبام والديبيجاتران والأميكسيبام.